FM. الكلمة ليك. هل نسألك سي سامي، مرجعيتك هذه هل سيكون لها أثر في ممارستك للسياسة كرئيس جمهورية غدا إن أصبحت رئيس جمهورية؟ هاتنقول لك شو أثر في مرجعيتك اليسارية. هاتنقول لك شو أثر على ممارستك. أثرها وين؟ أثرها هو تأميم ثروات. تأميم ثروات، نعم، توزيع أراضي وإصلاح زراعي، أو أثرها وين؟ انحيازي للطبقات الشعبية، الحرص على السيادة، السيادة الوطنية، السيادة الوطنية. اليوم العالم الثالث قليل من الدول التي تملك سيادتها لأنها لا تملك غذاءها، هو توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي وتوفير الرفاهية الاجتماعية. ها هو انحيازي، ها هو اليوم الخط. هذا الخط ذا متبنينه في البرازيل، اسمعني. برازيل دا سيلفا ماهوش ناصري، ولكن هذا خط. تشافيز في فنزويلا ماهوش ناصري. احكي على الكونية. لا ما هو ثم عندنا نماذج. هو عندنا عبد الناصر، هو عبد الناصر نفسه هو نموذج من نماذج نهرو وتيتو وموديبو كيتا في مالي وسوكارنو وكذا. ما هو نموذج من نماذج زعمات ذلك الوقت. اليوم في زعمات اخرين في هذا الوقت، انحيازات اخرى. شافيز شافيز في بلد غني منحاز للشعب. سافي سنحاز الاشهار، نمشي للشهر، خليك في الاشهار بعدك. نرجع لك سافي سعيد ضيفنا في الفلسفه. مرحبا، وخليك نتكلم على هنيجيك. الصافي سعيد ضيفنا في الفلسفه، مرحبا بك مره اخرى. نحكي على المرجعيه والتاثيرها في ممارسه السلطه، وحكيت على قيم ومبادئ ممكن تلقاوها في امريكا اللاتينيه، نلقاوها في بلدان اخرى، مش حتى في عند جمال عبد الناصر كما قلت. لكن ذكرت التاميم. تأميم يغضب قوى كبرى في العالم، لا يغضب القوى الصديقة فليغضب لا يهمني، لها مشاريع في تونس لا يهمني. أنا أدافع عن شعبي ومصالح شعبي، فليغضبها. وقلت أنا في القيروان في قبصة فليغتالوني أيضا، كما اغتالوا فلان وفلتان، اغتالوا مصدق واغتالوا عبد الناصر وبومدين واغتالوا صدام واغتالوا، فليغتالوني. أنا سأدافع عن مصالح شعبي، ثرواتنا غير مؤممة. أنا نفسي كاتب كتب على العالم وما فقت بثرواتنا غير مؤممة إلا مؤخرا. من يمتلك الثروات اليوم؟ من يمتلك الثروات؟ الشركات الاحتكارية الأجنبية والدول ومن يسيرها والدول الاستعمارية، وتتعاون مع نخب في الداخل فاسدة وتملك جوازات سفر. معناتها تزادم على قد على جبل القدومة سي سافي. لحظة شوي، نحكيو على اللوبيات، نحكيو على شركات متخصصة. اعطيني فرصة حبيبي، اشرح بعض الحاجات. عندما نقولوا الأمن القومي، هذه صلاحيات عند الرئيس، والأمن القومي هي كل شيء تقريبا، هو القوة الصلبة والقوة الناعمة، هو إعلام واقتصاد وزراعة وتعليم وصحة وبيئة، هو جيش وهو أمن وهو استخبارات وهو تقسيم مكان جديد، تقسيم جديد للمكان، وأيضا ثروات وديموغرافيا وكل شيء، فهمت؟ الأمن القومي هذا المصطلح ما اخترعوش صافي سعيد. صافي سعيد جاء تحدث عليه قبل عامين وثلاثة وكلهم تبنوه، أنا ما اخترعتوش، اختراع أمريكاني. هو استبدال لمصطلح المجال الحيوي للألمان. الأمن القومي، فيه كلمة قومي ولا لا؟ صحيح. هي تعني المصالح القومية لأي أمة. بمعنى من المعاني، كل دولة هي قومية. تو ما تجوش تتهموا فلان قومي ولا فلان مش قومي، اللي دافع على مصالح بلده يسموه قومي. القومية راهو يسميها الوطنية، ما هي في التباس في المصطلحات بالفرنسي والعربي. فهمت؟ بورقيبة في زمان حتى شركة القوافل كان يسميها الشركة القومية للنقل. هاوكا نفس الشيء، وهو يعني بها الوطنية، وثم ناس فهموها انه يعني بها القومية. اليوم كلمة القومية، أردوغان راهو قبل ان يكون مسلم هو قومي، هو تركي. ديغول راهو قبل ما يكون لا حداثي ولا مش حداثي، هتلر راهو قومي ألماني. ديغول قومي فرنساوي دافع على بلده وعلى مصالحه. اليوم الامريكان راهو قوميين وعندهم مجلس الامن القومي هو اللي يحكم، هو السلطه الكبيره مش الرئيس. مش الكونغرس. فهمت؟ اليوم اعطيني اي واحد راهي الدول تتحرك كمصالح وكأمم وكإيرادات، هو صراع قومي. اليوم الايرانيين انت تحسبهم يدافعوا على الاسلام ولا على الشيعه؟ يدافعوا على القوميه الايرانيه. ويدافعوا على الدولة الإيرانية، ويدافعوا على القوة الإيرانية. هل من مصلحة اليوم خليك من هذه كلها إيديولوجيات. إسلام وماركسي. كما نعطيك في أمثلة حتى نوضح للتوانسين ما هو أنا اليوم المجلس الأمن القومي هو صلاحية، ويجب أن نكون كلنا وطنيين وقوميين لكي نحمي هذا البلد،
والقومية والوطنية هي رأي شيء واحد لا وراه أنه في وهذه تتمثل في سيادتنا وفي تأميم ثرواتنا وفي بحارنا وسواحلنا وفضائنا وأرضنا وما تحت أرضنا. يا سيدي على, على أي سيادة تحكي أنت؟ على أي سيادة وقت لتونس مقترضة برشا قروض من البنك الدولي ومنظمة العالمية والدول تتبرع لنا بهبات؟ معناتها على أي سيادة نحكي سي سافي؟ خلينا نكون واقعيين شوية. ما هو أنت تو تقولي على أي سيادة؟ أنا راني مانيش حاكم تحكي لي بالسؤال هذا. لا مش حاكم. أنا لذلك أنا مرشح. أي كمرشح. لأني عارف إنه ما فيش سيادة. السيادات ناقصة في هذا العالم. وعلى هذا الأساس أنا مرشح لتكتمل السيادة التونسية. كابافان الكلمة ليك.